اهلا وسهلا بحضراتكم من جديد، والفقره الحواريه من برنامج الاهلي ليله، واللي بيشرفنا بينورنا فيها دكتور ابراهيم داوود الناقد الرياضي والكاتب الصحفي ومدير تحرير الكره والملاعب. دكتور ابراهيم اهلا بيكم، منور الدنيا. انا بسعد دايما باللقاء معك يا استاذ محمد على شاشه قناه الاهلي بيتنا. كل التحيه لجماهير والنادي الاهلي ومشاهدي القناه ان شاء الله. بسعد كمان باللقاء معك بعد مباراه بصراحه الكل بيعتبرها ان الاهلي قدم افضل مباراه في البطوله الافريقيه منذ بدايتها حتى الان في لقاء الذهاب 2-0 على سان داونز. من الناحيه الفنيه، من الناحيه البدنيه، من ناحيه اراده الفوز، مسلح بجماهير، شكلي حلو قوي 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 قوي، خاصه في الشوط الثاني كانت ممكن تضعف النتيجه بسهوله جدا. كنا ممكن نخرج بالخمسه ثاني. في كل الاحوال الاهلي خرج من ده وهو رد الاعتبار، انما رد الاعتبار الحقيقي هو اللي منتظره جمهور الاهلي ان شاء الله ان شاء الله يوم السبت الجاي في لقاء الثالثة مساء ان شاء الله، ان هو يكون الفارس الاول المؤهل باذن الله للدور قبل النهائي. طيب قبل ما ادخل في التفاصيل الفنيه، في مشاهد كانت مميزه جدا في هذه المباراه، مشهد الجماهير، المشهد الامني في الحفاظ على شكل الملعب وشكل الجماهير والتنظيم اللي حصل في المباراه، حتى النادي الاهلي تفاعل مع هذا الامر، شكر لوزير الداخليه، شكر لوزير الشباب والرياضه، شكر لرجال الشرطه على الدور اللي قاموا بيه، وشكر للجمهور، وشكر للجمهور بالتاكيد طبعًا على الالتزام والمسانده اللي ظهرت فيها هذه المباراه. ان الجماهير الاهلي دائما عند الموعد. الاهلي محتاج جمهور مساند ومؤازر وملتزم. جمهور مساند ومؤازر وملتزم ولا يخرج على النص، وهذا ما كان عليه مشهد الجماهير في هذا اللقاء، كان عند الموعد تماما. المشهد الأمني غير مستغرب تماما، برغم أنه هو فتح ل30 ألف، ولو كان في الاستاد 100 ألف. الأمن بصراحة بيقدم كل يوم رسالة جديدة لكل الشعب المصري، أنه هو فعلا صمام الأمان الحقيقي للدولة المصرية جنبا إلى جنب مع قواتنا المسلحة. وزير الرياضه يعني بصراحه في الاونه الاخيره، هو الراجل منذ لحظه التوجه لبيت الكابتن محمود الخطيب في الازمه المفتعله اياها، وهو بيحاول دائما وابدا ان هو يعني يقوم باللي عليه. الاهلي لما بيكون محتاج حاجه وهي حقه بيحاول ان هو يديها له، اذا كانت القصه متعلقه بالدوله المصريه، وهو في كل الاحوال بيحاول ان يكون بمنأى عن قصه التدخل في امر كره القدم، باستثناء ما سمعناه في الساعات الاخيره عن تشكيله للجنه معنيه بكره القدم. الحقيقه يعني برغم يعني الاسماء اللي موجوده فيها ان اسماء عظيمه وكبيره كل حاجه، لكن برضو الدنيا مش واضحه، مبهمه في عمليه اختصاصات هذه اللجنه، واما اذا كانت هي استشاريه فقط. طيب بتشير على الوزير بايه؟ لكن القصه هيكون لها مردود على حال كره القدم المصريه ايه؟ هو أكيد. ده الاهم، هو ده اللي هنتناقش فيه، هنتناقش فيه اكيد طبعا. طيب الجمهور بقى عمل سيمفونيه غير طبيعيه، والمشهد اللي انا شفته في الاستاد، انا كنت موجود في الماتش، اول ما الجمهور دخل بالطبله والامور اللي هي التشجيعيه اللي بيشتغلوا عليها، عايز اقول لك ده دب حماس كبير جدا لدى الجماهير. والمشهد ده كان قبل المباراه بحوالي ساعه ونص ساعتين. في لغه السينما بيقولوا حاجه فيها اسمها الماستر سين. الماستر سين ده في اللحظه اللي تسلل نوع من، مش هقول الاحباط، لا، نوع من ان انا ممكن الفوز ده يتاخر قوي. في الدقيقه 39 من الشوط الاول بالذات تحديدا في اللقطه دي. لما تحول الملعب كله لخليه نار بتشجع وبتهتف، وكل الهتافات المحفزه للاعيبتي، ده اتحرك الحجر يا راجل. في اللحظه دي انا توقعت في الشوط الثاني القصه هتختلف تماما، وده اللي فعلا رايناه في الشوط الثاني، طبعا مدفوعه بالتغيرات الفنيه لمستر فايلر واراده الفوز اللي كانت عند لعيبه الاهلي، وهي شايفه الجمهور ده كله المحيط، يعني 30 ألف في الاستاد ممثلين يمثلوا ايه؟ نقول واحد على من 10 من 100 من 1000 من 1000 بالظبط، حسابات معقده جدا ل 75 78 مليون طبقا لاخر الاحصائيات من الشعب المصري أهلاوي. كان موجود على الشاشه التلفزيون او على الراديو او بيتابع حتى على موبايله لو ما كانش وصل لشاشه التلفزيون في التوقيت ده.
الجمهور كمان حته الهتافات، هتافات كلها منصبه على هدف واحد بس، النادي الاهلي. بالظبط. مفيش الخروج على النص، ما قلدناش غيرنا لاول مره، احنا بنقول احنا حاجه وغيرنا حاجه. كمان البراند الكبير قوي 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 اللي اسمه كابتن محمود الخطيب، بغض النظر ان هو رئيس النادي الاهلي، لما 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 تشوفه حاضر في المقصوره، في المقصوره، لا يضغط كل انفعالاته وكل مشاعره، ها لحظه القلق وكل الناس بتهنيه على ضربه الجزاء، ها هو مستني، هو مستني ها الى ان احرزت ضربه الجزاء وسجل الهدف الثاني، ها يعني مصادره منه من انفعالات معبره عن قيمته وقامته، وكمان حبه الكبير للنادي الاهلي، حبه الكبير للنادي الاهلي برغم كل ظروفه الصحيه، ان هو يتحمل رحله لمده 9 ساعات. انا بشوفه ده بقى الماستر سين في مباراه العوده. وجود الكابتن محمود الخطيب على راس الباسة ادى زي ما بيقولوا بلغه الجيش كده تعظيم سلاح، يعني يعني كله خلاص اتشد بقى، كله مركز، كله عارف انه طالع في مهمه، طالع في مهمه. ده الراس الكبيره او رئيس النادي او رمز النادي موجود فيها. احنا مش كمان لاول مره من يمكن ان سمحت لي الذاكره، يعني انا بقول ان من اكتر من 15 سنه الاهلي لم يذهب مبكرا للقاء فريق قبل موعد المباراه ب 120 ساعه. ما حصلتش فعلا على مدار، يعني انا ان صحت الذاكره انا بقول من ايام مستر مانويل جوزي اعتقد في الرحله اللي هي كانت بتاعه سان داونز 2001، يمكن ان اسعفتني الذاكره كانت 4 ايام، كانت 96 ساعه، كان السفر يوم الثلاث والماتش كان يوم السبت. مظبوط. فهي المره دي اطول، مده اطول، يعني احنا بنتكلم في 19 سنه لم يتحقق هذا. بعض الناس بيقولوا بيبقى في مخاوف من الملل، من التشبع نتيجه طول المده، لكن لما تبقى متقسمه صح وبناحيه علميه صح، انت بتعيش الاجواء والساعه البيولوجيه، مش بس في قصه ان احنا نفس توقيت، انما الساعه البيولوجيه في المباراه نفسها. زي ما بتلعب مباراه في الجونه في وضح النهار، او في مباراه في اسوان في الساعه 3 العصر، هو زي ما يكون مثلا الطالب اللي واخد اجازه وخلص الاجازه وداخل على المدرسه، طول فترة الاجازه بيصحى لغايه الساعه 1 او 2 بالليل. مزبوط. وبيصحى للساعه 12 الظهر. مزبوط. فجاه لما يخش المدرسه هيلاقي نفسه محتاج يصحى الساعه 6 الصبح. طب هو اصلا بينام الساعه 2 بالليل، هيصحى 6 الصبح ازاي؟ فمحتاج او يعكسها وبقى عنده بقى مدرسه ليليه مثلا بتبقى الساعه 6 7 فتره صباحيه وفتره مسائيه، بتاخد مجموعه وقت طبعًا. شويه لغايه لما بتظبط ميعاد نومك وميعاد صحيانك. في حته الذهاب المبكر بيدي نوع من التركيز اكتر. معسكر، احسن مكان اتعمل معسكر بعد اللقاء، وكان في معسكر محلي. انت عايش الاجواء، انت عايش اجواء الجماهير اللي هناك بحلوها بمرها، عايش الطقس. شفنا شويه الامطار اللي كانوا موجودين بس مع اجواء صيفيه، يعني انت عارف ان احنا عكس اللي موجود عندنا دلوقتي، الشمال غير الجنوب في درجات الحراره، في درجات الحراره بس الرطوبه هناك يعني درجه معقوله. يعني الجو يعني هو بس نسبه الاكسجين ممكن يكون اقل شويه مننا، لان هناك بريتوريا اعلى شويه من حتى من جوهانسبرج، يعني من 1500 ل 2000 كيلومتر، فنسبه الاكسجين قليله شويه. متر مش كيلومتر، كيلومتر يعني 1.5 كيلومتر، لا 1500 كيلومتر فوق مستوى 1500 كيلومتر. يا ده كتير قوي، 1500 كيلومتر. انا مش بتاع جغرافيا بس بتهيألي يمكن ترتفع مستوى البحر 1500 متر، لكن 1500 كيلو متر ده كتير قوي. هي تبقى بالمتر ولا بالكيلومتر؟ لا بالمتر. بالمتر يبقى بالمتر. يبقى بالمتر. ماشي. طيب احنا نرجع تاني ان الكابتن محمود الخطيب عمل الهوم ورك بتاعه، اذا كان رئيس النادي عمل الهوم ورك بتاعه بل ما هو اكثر مما هو مطلوب منه في ظروفه الصحيه. طيب ايه اللي مطلوب بقى من اصغر لعيب في الفريق؟ تعال نسأل نفسينا بقى مثلا، خلاص ما انا بقيت بقى خلاص كله الميشن ده، المهمه دي خلاص انا قدامي، انا كسبت في الشوط الاول او تقدمت في الشوط الاول بهدفين، يبقى انا مطلوب مني في الشوط الثاني ان انا احافظ نمره واحد على الهدفين، تمام، ان انا اقلل كل الخسائر الممكنه اللي ممكن اتعرض لها، ان انا هواجه حكم لا تقلق، حكم يعني اخطاؤه جسامه، مش اسمه بس ان هو جسامه، انما قصه ان اترفض ان تغييره
مش معنى كده ان الدنيا راحت في حته تانية، لا الحمد لله احنا صدرنا الضغط المطلوب، مطلوب مننا كمان كلاعيبه ان احنا نبعد عن كل الالعاب المختلف عليها، نبعد عن حدود منطقه الجزاء، تبقى ذكي في الماتش، ذكي في التعامل جوه الملعب، مش عاوز لعبه فاول على حدود منطقه الجزاء، ما ده خطوره. مش عاوز لعبه تحتمل المعنيين انما هو مش هيروح يحط او هيساهم في احراز هدف لسان داونز يعني، او هياخد الكره بايده او برجله ويحطها في الجول. كل حكم موجود دلوقتي في القاره الافريقيه عينه على اختيارات الفيفا للمجموعه الصفوه اللي هيتم اعتمادهم في نهايه هذا الشهر شهر مارس، فاللي حصل في الفترات السابقه مش هيحصل الفتره الجايه. العناصر اللي كانت بتتعامل مع الحكام في الفترات السابقه ما بقتش موجوده الفتره الحاليه. الازمه الماليه اللي بيتعرض لها الكاف في الفتره الحاليه والفلوس اللي هيوفرها الاتحاد الدولي لمجموعه الحكام اللي هيختارهم هيخلي كل حكم بيشتغل لنفسه ولمصلحته ولصورته. طيب بس برضه جسامه بيبقى له طريقه كده، اما بيحب يحجم الماتش بيحجمه، اما بيحب يفتح الماتش بيفتحه. احنا شفناه في منطقتين متناقضتين تماما. مباراه سان داونز هنا في العوده بيجمع اراء الفقهاء يعني ان هو كان سببا رئيسيا في ان النتيجه تخرج 1-0. تمام، ها ما انا مش هختلف معاك، بس المشهد اللي فات حاجه واللي جاي حاجه ثانيه. نتمنى بس احنا المفروض نعمل برضو الهوم ورك اللي علينا، اكيد نبعد خالص عن الالعاب المختلف عليها، ده اللي مطلوب من كل اللعيبه. وكمان في نقطه مهمه جدا، مش عايز اغلط نفس غلطه نادي الهلال لما حط جماهيره ولاعبته امام فكره ان الحكم ده جاي يخسرني. ما من رحمه ربنا علينا ان المباراه دي مش في ملعبنا، مفيش الضغط الجماهيري نتيجه ان الحكم اللي احنا رفضناه موجود. بالظبط كده، بالظبط كده. وكمان ميزه سان داونز او جنوب افريقيا، الناس بتلعب كوره، ملهاش في الكواليس، ملهاش في اللعب خارج الملعب زي مثلا فرق معينه فرق الشمال، فالوضع مختلف. فالمره دي الاهلي رايح عينه على 90 دقيقه يلعب ماتش كوره كويس، صحيح، ويركز في ماتش الكوره. وزي ما حضرتك ذكرت فكره الابتعاد عن الالعاب اللي فيها الشكوك، تقدر ان شاء الله تعدي بالمباراه لبر الامان. مطلوب كمان من المدافعين ان هم مشهورين جدا بالكرات العاليه، الكرات العرضيه، الكرات خلف المدافعين. طبعا ما اتوقعش ان احنا هنبقى في عندنا المساحات الجاب او الكبيره اللي موجوده، ده انت لازم تضيق كل المساحات. بالعكس انت لازم تلعب كومباكت اكيد طول شوطين المباراة، فدي مش هتمكنهم قوي من حتة الكرات الساقطة أو الكرات الله. إن شاء الله بإذن الله بإذن واحد أحد. إنما على الجانب الآخر الكرات العرضية هي مفتاح اللغز بالنسبة لسان داونز، إن أفقدنا هذا السلاح إذا كان خط الوسط عند الموعد بالظبط وقام بدوره صح، فكره الهجمه المرتده والسرعات في التحول عند فقد الكره، الميس باص اللي شفناه شويه مع الضغوط العصبيه اللي كانت موجوده في الشوط الاول، محتاجين ان احنا نتخلص منها تماما، ان احنا نلعب باصات كتير جدا. الذكاء يمكن هو ده اكتر فريق في الثمانيه مشابه لطريقه لعب الاهلي في حته الاستحواذ واستخلاص الكره واللعب تحت. اهم نقطه عنده في مباراه الذهاب توصل سان داونز ان وصل للاستحواذ بتاعه ما يعديش 65%. انا شعرت بعد الهدف الثاني كمان ان هو يوسلس، يعني هو مش قادر يجاري الاهلي في الضغط، كان عالي عليه في الشوط الثاني فعلا. ثم المخزون البدني برغم الاصابات والكدمات اللي احنا شفناها وطلت ثلاثه من اللاعبين، لكن كان الاهلي بدنيا حتى صفره النهايه. الروح، الروح صح، الروح والجمهور. الجمهور ادى دفعه قويه وده خلى فيه روح عند اللعيبه كمان. صحيح صحيح صحيح. كل الامنيات ان مباراه السبت تكون توفيق حليف النادي الاهلي وفرقه النادي الاهلي والكابتن محمود الخطيب الرمز والاسطوره. اكيد. طيب رسالته كمان كسفر لهذه البعثه ولهذه المباراه كرئيس للبعثه اكيد لها مدلولات كبيره جدا يا استاذ ابراهيم. طبعا 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 طبعا. يمكن لم تحضرني الذاكره ان رئيس النادي الاهلي سافر في مباراه غير المباراه النهائيه. يعني تعودنا من الكابتن حسن حمدي حينما كان رئيسا للنادي الاهلي، او حينما كان نائبا للرئيس في ايام المثل صالح سليم في المباراه النهائيه، يعني هذا المشهد الختامي بقيمه ان دي مباراه نهائيه انها تكون خارج الديار يعني، فبيبقى ممثل فيها رئيس النادي الاهلي او من ينوبه. لكن ما تحضرنيش الذاكره ان في مباراه الدور الثمانيه او في اول الادوار الاقصائيه ان يكون ممثل او حاضر رئيس النادي. دي كمان للمره الثانيه او الثالثه خلال نفس البطوله. لان هو شايفها انها مهمه قوي. اهميه البطوله عند الجمهور.
ما انا بقول لحضرتك الكابتن محمود الخطيب بيمثل اهم براند الان في دولاب النادي الاهلي. البراندات اللي طلعت منه براند زي مختار التتش، براند زي ما صالح سليم، براند زي حسن حمدي، مع الحفظ لكل الالقاب ليهم، يعني هو اهم براند الان على الساحه في دولاب النادي الاهلي. ده حقيقي مظبوط. اسمه ده بيساوي كتير جدا، اسمه بيساوي كمان في المشهد القاره الافريقيه، وهو حاضر في المشهد برضو. اكيد برضو هيبقى فيه استحى شويه من اللعب او اللي بالي بالك او انتشار ظاهره الفساد التحكيمي اللي احنا عانينا منها سنوات طويله في القاره الافريقيه. كمان الشده مع اللعيبه اللي احنا قلناها او ذكرناها من شويه. كمان الاهم ان احنا كلنا كنادي اهلي على قلب رجل واحد، او بمهمه واحده، او بهدف واحد، وهو التاهل كخطوه بإذن اولى الله. باذن الله. الله باذن الله للمربع الذهبي، ومن ثم استكمال مشوار البطوله حتى الحصول على اللقب التاسع باذن الله. طيب كيف يتعامل الاعلام المصري مع تصريحات بيتسو موسيماني المدير الفني لسان داونز؟ لان تصريحاته هنا في مصر او تصريحاته حتى بعد ما وصل مخالفه تماما اللي اتقال خلال اليومين اللي فاتوا، يعني كل تصريحاته طالعه في البعض براها انها ترميم مغناطيسي. بس انا شايف انها تصريحات واقعيه. بس ليه تصريح النهارده انا يعني وصل لي من احدى الاذاعات في جنوب افريقيا، قال في تصريحاته عكس التصريحات اللي بينقلها الاعلام المصري عنه. قال في تصريحات كانت تصريحات بقى واقعيه بالنسبه لجماهير سان داونز نفسها. قال لهم 2-0 نتيجه سهل اني اقدر اتعامل معاها. نتيجه اقدر اكسب بيها النادي الاهلي. نتيجة أقدر أتعامل بيها مع هذه المباراة، وجمهور وجوده معايا في ملعب لوكاس موريبا هيديني الدفعة أن أعمل نتيجة كبيرة زي اللي عملتها السنة اللي فاتت. فبالتالي مع جماهيره في الإذاعات هناك عنده تصريحاته مخالفة تماما للتصريحات اللي عندنا. هو بالتأكيد أن هو محتاج، وأنا بقول هي تصريحاته واقعية. ليه تصريحاته واقعية؟ هو هنا احترم المنافس تماما، وهو ده اللي لقيناه فعلا في ارضيه الملعب. الفرصتين اللي تهيأوا في الدقائق الاولى كانت ممكن تغير حساباته كلها، بس الحمد لله وتصدي دفاعات الاهلي ووراهم الشناوي للقصه افسدت خطته بالكامل. بالزبط. يعني هو كان عاوز اللدغه المميته في العشر دقائق، كان عايز يبدا يعمل، لكن الحمد لله يعني هو مدرب ذكي جدا حتى جوه الملعب، جدا جدا جدا، وعنده عناصر في الفرقه بتساعده على ده. يعني هذا المدرب مرشح، يعني يرشح لتدريب اي فريق، بس احيانا ممكن يكون الكيمستري مع الفرقه دي. بس هو مرشح لتدريب الوداد على فكره، هو يستحق من السيزون الجديد، يستحق انه يدرب اي فرقه ما يعني كبيره كمان في القاره الافريقيه. بامانه يعني مدرب ذكي جدا واقعي جدا. هناك بقى هو محتاج الجمهور، محتاج حشد الجمهور، محتاج ما انا لو قلت ان انا مش هقدر، طب انا الجمهور ده هيجي يحضر لي ليه؟ خصوصا كمان الجماهير مش بالشعبيه العريضه بالنسبه يعني كره القدم كمان مش هي اللعبه الشعبيه الاولى، لكن صحيح الجمهور هيبقى موجود، بس يعني مش لو فتحوا استاد عندنا فيه 500,000 متفرج هيبقى 500. طبعا هيبقى 500,000 هناك بيعملوا تحفيزات للجماهير عشان تحضر، يعني فكره مثلا انت تشتري تيشيرت على التذاكر وتشتري تيشيرت تدخل بيه الماتش. ممكن بالظبط ده اللي حصل حتى السنه اللي فاتت. فهو محتاج كل حشد حواليه. محتاج ان يكون في مسانده من وسائل الاعلام عنده المحليه، محتاج ان يكون جمهوره حاضر وبكثافه في المباراه، بيحتاج يصدر رساله تفاؤل للاعيبته. فهو بالتاكيد ان هو بيقول ان انا ممكن اكرر بقى. طب يعني هل الاعلام المصري مطلوب منه ينقل تصريحاته بشكل مباشر او بشكل متواصل؟ الاعلام المصري ينقل تصريحاته، هو في اهتمام بي وفي اهتمام بالفريق باعتباره انه هيواجه الاهلي، فكل التصريحات اللي بتصدر منه. بس هنا خلاص الفرقه هناك، التصريحات دي مش هتفرق كتير، مش جدا على الفريق كتير. عندنا احنا خلينا ما نقولش انها تنويم ولا احنا بنصدرها. لا. احنا بنصدرها لمين؟ لفرقتنا. بنصدرها لما بننقلها لفرقتنا، يعني بس مثلا فرقتنا على السوشيال ميديا دايما يا دكتور ابراهيم بيفتحوا تويتر وبيفتحوا الفيسبوك، دايما بيشوفوا المواقع الرياضيه في مصريه على تويتر، وعلى لهم اكونتات اكيد على تويتر وعلى الفيسبوك. لكن لما بيكون ليه تصريحات في جنوب افريقيا قليل جدا لما تنقلها، او قليل حتى لما لعيبتك تشوفها. فبالتالي بحس ان هو بيتعامل مع الاعلام المصري وكان الاعلام المصري ناقل للتصريح اللي عايز يقوله مباشره لفرقه النادي الاهلي. يبقى احنا في فخ او في كمين، المفروض ان احنا نلتفت كلنا ليه. اذا كان المؤتمر الصحفي اللي كان بعد المباراه للاسف كان كمين، وللاعلام المصري للاسف ساعده على ده. يعني حتى الاسئله اللي وجهت ليه كانت بتساعده على ان هو يقول المانشيتات والكلام اللي فيه تنويم مغناطيسي زي ما حضرتك بتتكلم. ال 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 الفكره ان احنا ان الاهلي حتى للذين ينتمون لغير الاهلي في الاعلام المصري، ان الاهلي ده فريق مصري، يعني خد بالك
خد بالك ما تبقاش أداة، ما تبقاش أداة في إيده إن 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 يبقى سلاح ضد ضد فريق مصري أو ضد النادي الأهلي بالزبط. خصوصا إن المفروض إن اللعيبة بقى يعني الاحترافية الصحيحة مع الشده بتاعه الكابتن محمود الخطيب ووجوده في البعثه، المفروض ان انت تبقى اعزل نفسك شويه بقى على السوشيال ميديا. انت المفروض في حاله تركيز، انت في معسكر، انت في هوم وورك حتى تنتهي وتاخد الفول مارك فيه. خلاص الفول مارك ها، وانك ترجع من هناك باذن الله باذن الله متاهل للمربع الذهبي ان شاء الله. فالمفروض برضو على اللعيبه ان هم ما يشغلوش بالهم قوي بالسوشيال ميديا، خصوصا ان حاله جمهور الاهلي نفسها الحاله الرائعه دي لازم نستثمرها كتير. لازم صح. لازم لما يرجع الفريق باذن الله مكللا بالنصر باذن الله ان 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 ان, إن يبقى في تعويض بقى خلاص ها، ان دي ده جمهور الاهلي، دايما نزود من ده، دايما نعلي من ده. الناس اللي راحت الماتش تنقل للي ممكن يروحوا ماتشات بعد كده، ان دي الروح اللي احنا عاوزين تبقى موجوده، وده الاتيتيود بتاعك اللي المفروض تبقى انت عليه في كل ماتشات الاهلي القادمه. لا تنجر ابدا ابدا مما يفعل الاخرون. الاخرون دول بيفعلوا ده عشان هم مشغولين بيك ها، انما احنا حققنا البطولات دي كلها لان عمرنا ما انشغلنا بيهم. يعني دي لازم الرساله اللي توصل، احنا عمرنا ما انشغلنا بحد غير بالنادي الاهلي. وكمان في نقطه ممكن البعض بيحاول يوصلك للاحساس ده عشان الجمهور ما يدخلش، لان اكتر نادي هيخسر حضور الجماهير هو جمهور النادي الاهلي او النادي الاهلي. صحيح. فدايما عايز الحاله دي على طول، لكن انت بتبدا بقى تتعامل مع الملف ده تحديدا ان انت لا تتجنب كل ده، ما تبصش لكل ده وتركز على فرقتك عشان لما تحضر تبقى في ظهر فرقتك، عشان لما جمهورك يحضر. عاوز مشهد الدقيقه 39 هو اللي يكون دايما هو اللي حاضر. عاوز مشهد لما جم من كاس العالم في اليابان واستقبلوا البعثه، وكان وقتها المدير الفني مانويل جوزيه وهم في المركز السادس 2005 ها، ازاي الاستقبال الاسطوري اللي تلاه على طول المركز الثالث في البطوله اللي البرونزيه في 2006 على طول. دايما ده المشهد اللي احنا عاوزين نصدره، دايما ان انت تكون دافع لفرقتك. احنا عاوزين ال 41 بطوله يبقوا 50 بطوله، عاوزين ال 37 بطوله الكاس يبقوا 70 بطوله، عاوزين بطولات افريقيا مش يبقوا 9 بس، عاوزينهم يبقوا 90 بطوله ها. كل ما انت بتصنع للجيل اللي طالع ده بطولات، طول ما انت بتعمل سنه ضوئيه فرق بينك وبين اقرب منافسيك ها، كل ما عملت بطولات اكتر ها، كل ما انشغلت بنفسك اكتر، كل ما اللي غيرك اصبح بيبص لك من فوق اكتر. بالظبط. طيب فريق صن داونز من افضل الفرق اللي موجوده في دور الثمانيه. صحيح. بتلعب كوره بل اقواها واقواهم بالفعل. لو نظرت على نتائج الاربع ماتشات اللي اتلعبت في دور الثمانيه، شايف بالمقاييس وبالارقام وبالاداء الفني اللي حصل، تقدر تقول المباراه دي من افضل مباريات دور الثمانيه، ولا كانت في مباريات على نفس القياس ونفس المستوى؟ لا انا حسيت مثلا ان تي بي مازيمبي اتخطف من الرجاء. حسيت ان جريدو لعب بنفسيه المتآمر في مباراه على النجم الساحلي الوداد والنجم الساحلي. دي مش اول مشهد على فكره لجريدو يعني. حسيت في مباراه الزمالك والترجي ان الزمالك في الشوط الثاني مع التراجع البدني الكبير لفريق الترجي نجح في ان هو يعني يسجل الهدفين ويصنع الفريق في نهايه المباراه. بس على فكره أسوأ نتيجه في المباراه الاربع اللي اتلعبوا هي نتيجه الزمالك والترجي. أسوأ افضل يعني، ما هو كلها انتصارات. احسن وحشين. أسوأ نتيجه أسوأ نتيجه أسوأ انها 2-0 2-0 2-0 3-1 نتيجة رزلة جدا. انت بتتكلم ان الباقي الفرق محتاجة عشان تخرج لقدر الله 3-0، لكن المباراة دي عشان الفريق يخرج يبقى محتاج 2-0 2-0 فعشان كده بتبقى اسوأ نتيجة يعني. اسوأ نتيجة. مفتاح الزمالك في مباراة الترجي ان هو يسجل هدف ممكن يقتل بيه المباراة، زي ما هو مفتاحنا احنا في مباراة صن داونز ان نجحت في تسجيل هدف واحد، انت خليت المهمة مستحيلة بالنسبة لفريق صن داونز بالتأكيد يعني. اكيد ان شاء الله باذن الله. كمان ان المشهد نفسه لو مدرب صن داونز ما عرفش او شاف الفرق اللي بين الاهلي السنه دي عن السنه اللي فاتت، هيعاني هو نفسه في مباراه العوده، لان الاهلي في مباراه السبت الماضي في استاد القاهره لعب على نقاط قوه صن داونز، وطالما
عطل هذه النقاط ابتدى يشتغل على نقاط القوة اللي عنده عشان يبدأ صحيح. يستفيد بيها. صحيح. ده مشهد هو اللي حضرتك كنت تتكلم عليه دكتور إبراهيم. ده عام 2008 مزبوط. لما الجماهير كانت مستنية الفريق أعتقد بعد باتشوكا 4-2 بعد باتشوكا بالضبط كده. ده كان مزبوط. عام 2008 والمشهد الجماهير ده لدرجة حتى كان خلى وقتها أبو تريكة على الحلوة والمرة معاه بالضبط كده على الحلوة والمرة وخصوصا في الوقت في الأوقات الصعبة أنا بقى محتاج جمهوري أكثر جمهوري المساند جمهوري المدعم جمهوري اللي ما بيخرجش عن النص. شوف الصورة دي من 12 سنة بس الواحد جسمه بيقشر ولسه بيسمعها كل ما يجي يسمعها الهتاف ده لازم نسمع له بإنصات مفيش جوزي أنا أعتقد أنه هو انحنى للجمهور في هو نده للعيبة كلها حتى تروح الجماهير هو نفسه انحنى لأن في البداية كانت اللعيبة كانت خايفة وقال أنا من المشهد في البداية صحيح. لما مستر مانويل نده للعيبة وراحوا للجماهير المشهد اختلف خالص صحيح. حتى في لعيبة كتير عيطت في المشهد ده منهم أبو تريكة في التوقيت ده كمان بص حتى الجمهور ساعتها كان حتى بيعمل على الازاز ازاي في المطار هي دكتور برين بص حتى اللعيبه لما راحت لا مشهد كان مختلف تماما وباذن الله ان شاء الله يتكرر في الفتره الجايه ان الجماهير تكون خير وساند للفريق في كل المراحل مش حته ان انت مباراه تكفر بالاهلي وبتاريخه كابتن محمد ابو تريكه طبعا من العناصر الرائعه في هذه الفتره واللي قدمت الكثير للنادي الاهلي يعني اكيد فالمشاهد دي هو اللي انت محتاجها والمشهد اللي كان عليه جمهور الاهلي في مباراه سان داونز لابد ان نقف امامه بالدرس طويلا 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 حتى نكرره حتى يكون هو شعارنا انا بطلب من كل واحد كان معاه تذكره في مباراه السبت الماضي ان هو ينقل على الاقل ل 10 او 15 من جمهور النادي الاهلي اهي الصور حتى للملعب قد ايه رائع على فكره الاستاد كان اكتر من حوالي 40000 45000 والله مفرق. والله في الامارات في مباراه السوبر بتحيه جمهور الاهلي للاعبته ما كان من الممكن ان يترد باي هتاف في بعض الاساءه لولا المشاهد المؤسفه اللي حصلت بالظبط كده المشهد العام كان مشهد كويس المشهد العام في بدايته كان كويسه جدا والصوره اللي كانت في استاد القاهره دي صوره ممتازه جدا انا المشهد استاد القاهره ده تحديدا اللقطه اللي عملت باور قوي جدا للجماهير وقت ما الجماهير نزلت ومعاها ادوات التشجيع هو مش ده اللي فرق بالفخر كمان هو ده جمهور الاهلي لا ده ادى حاله ثقه ما بين الجماهير مع الامن ان الادوات دي موجوده عشان تعمل مسانده وتشجيع للعيبه الادوات دي عارف فكره الثقه ما بين الجماهير والامن كانت الناس بتفتقدها لفترات طويله اللي حصل في استاد القاهره المشهد الاخير ده هنبني عليه السنوات الجايه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الجميع ابتدى يبقى في حاله ثقه متبادله ما بين الجميع ان شاء الله الامن قايم بدوره الجمهور بيلتزم بتعليمات الامن وبيشجع فريقه بس ان شاء الله بس. يكون الاهلي حاضرا في مشهد المربع الذهبي وان شاء الله نطلب 50000 بقى المره دي ان شاء الله باذن الله ان شاء الله وجمهور الاهلي هيكون قدها وقدود سلوكا والتزاما ومسانده وتشجيعا كمان يا ريت على السوشيال ميديا ان احنا لا ننساق لحته رد الفعل المضاد دي خلاص اهتم بنفسك بقت في بيانات دلوقتي بشوف حتى على بيجيات حتى لو مش رسميه الجمهور بقى واعي بقى عارف حتى لو كانت قبل كده البعض بياخدوا سكه التعصب كان لاهداف عشان يفقد الاهلي اهم عنصر ليه ما تضيعش وقتك في الرد عليه ضيع وقتك في ان انت تكون مساهم في بطوله جديده للنادي الاهلي ده عنوان مهم جدا حضرتك قلته دكتور ابراهيم فعلا قدر الامكان حاول تكون مساهم في بطوله جديده لصالح النادي الاهلي اهو المشهد اللي ساد القاهره اهو مشهد من يومين رائع جمهوره ده حماه تخيل بقى الجماهير اللعيبه لما بتنزل ارض الملعب عشان تعمل عمليه الاحماء وشافت المنظر ده انا شايف صور وفيديوهات لفريق سان داونز نزل ماسك الموبايلات بيصور بيها المدرجات بالكامل صحيح يعني بيتسو موسيماني خد الملعب بالكامل بيصور بيه مشهد الجماهير لا هو مش هيقدر يلاقي المشهد ده عنده بالتاكيد ده تقدر تقول ان ده 30000 لا انت تخطيت حوالي 45 في هذا المشهد دول 300000 كان شغل التالتة من بس اللي كان فاضل لان كل مشجع من النادي الاهلي ب10 دي حقيقي ال 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 جمهور الاهلي ده عظمته وانت بتشوفه الاهلي بيفقد بطوله الدوري بهدف اعتباري سنه 78 كل الناس بتقول ان الاهلي خلاص خرج من المولد بلا حمص يعود الاهلي في نفس اللحظه وفي نفس الاسبوع ويحقق فوزا تاريخيا على الزمالك باربع اهداف مقابل هدفين ويحقق بطوله كاس ويقال عنه ان هو بطل الدوري والكاس في هذا العام
العودة في 94، ها العودة في 2004، البعض اللي شكك وقال احنا الاهلي هناخد منه الدوري 10 سنين، نرجع عدينا ان شاء الله بناخد البطوله للمره الخامسه وان شاء الله عقبال المره ال 15. هو الاهلي دايما طماع للبطولات، انا عاوز مش بطوله، انا عاوز 10 بطولات. طيب الفرق المرشحه للوصول للسيمي فاينال، بنتكلم ممكن احنا على موعد مع ديربي مصري مغربي. اتمنى ان يكون اللقاء النهائي بين الاهلي والزمالك ان شاء الله باذن الله. اتمنى ان شاء الله، اتمنى من كل قلبي. لكن قبل الخطوه دي الايه؟ قبل الخطوه دي، قبل الخطوه دي انا يعني المؤشرات من بتقول ان هو ممكن يكون مغربي مصري، يعني مصري مغربي متقاطع. الاهلي والوداد والزمالك والرجاء. والزمالك والرجاء. احساسك وتوقعاتك بنميل للمشهد ده ولا ممكن تحدث مفاجآت في المراحل الاياب؟ اعتقد ان مازيمبي مش هيكون سهل خالص في على ملعبه. اعتقد ان الترجي مش هيكون سهل خالص على ملعبه. اعتقد ان الوداد الاقرب في مباراه النجم الساحلي، اكتر مباراه تقدر تقول فيها فرص تاهل ماتش الوداد والنجم الساحلي. وان شاء الله الاهلي وصن داونز باذن الله. باذن الله ان شاء الله، باذن الله. يبقى هو يعني دول الاثنين الاقرب. اعتقد ان الترجي والمازيمبي، وانا كنا نتمنى طبعا التوفيق لنادي الزمالك في مباراه الجمعه باذن الله، يكون التاهل حليفه في النهائي. احنا في النهائي بنتمنى الفاينل يكون مصري، الاهلي والزمالك. اكيد 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 اكيد, أكيد طبعا. ونتمنى ان يكون في استاد القاهره. والله الملف ده مش عارفين هيخلص على ايه. حته التغيرات اللي بتحصل في الاتحاد الافريقي كل شويه، مش عارفين يعني الماتش. يعني احنا ازاي سايبين ملف السكرتير العام للكاف انه ما يكونش من مصر؟ طيب اللي من ساعه نشاته حتى التغيرات الاخيره، المغفور له باذن الله، يعني كان اخر مصريا موجود في الله يرحمه فهمي. الله يرحمه عمرو فهمي. فاحنا محتاجين استعاده هذا المنصب سريعا، محتاجين ان مصر بكل ثقلها، بوجود هانيه بوريدا، بثقلها السياسي، ان السكرتير العام لابد ان يعود مصريا، انها بلد المقر مصر. فلابد ان يكون مصريا، خاصه هذه الملفات التي روائحها تسكم الانوف. لابد ان يكون في مراجعه مع النفس، لابد ان يكون المنصب ده في استعاده ليه، لابد ان نعيد حساباتنا كثيرا في لجان الكاف النوعيه. لابد ان نكون متواجدين اكثر واكثر واكثر واكثر. لابد الا نهمل هذا الملف او ندع الفرص تضيع منا الواحده تلو الاخرى. يعني تعليقك على استقاله السكرتير العام، وهي استقاله مش مفاجاه والله. يعني البعض يعني انا مش عاوز يعني اكبر الموضوع واقول ان هي المفروض الاستقالات تمتد ان يعني ان تكون جماعيه او شبه جماعيه. الفساد طال رؤوس كثيره جدا في وده مش كلامنا احنا، ده كلام حتى الوكالات الاجنبيه والكاف، حتى كان طلع رد بيان، بس بيان ما كانش واضح، فالعالم كله بيتكلم عن ربما ده يثير تفاؤل اللي انت دخلت عليه في موضوع جسامه، ان هو يكون في نوع من الـ من الـ من من المخاوف من الغلط، او المخاوف من اننا يبقى في شيء خارج على النص او شيء مش كويس يعني. واضح ان التقارير اللي ظهرت الفتره الاخيره هي كلها تداعيات على بعض المناصب في الكاف الفتره الجايه. اكيد، لان حتى الاعلام المغربي نفسه اتفاجئ النهارده باستقاله وعاملينها صدمه معاذ حجي. عاملينها صدمه. بالظبط. لان اصلا معاذ حجي ما كانش توجهه للاستقاله. يعني دوله المغرب الشقيقه، واحنا بنكن لها كل الاحترام والتقدير والشعب المغربي كله، بس المنصب ده من حقك، المنصب ده انت بلد المقر لازم تقاتل عليه. خلاص هو قدم استقالته، لازم يبقى فيه ضغوط من بكره الصبح على طول اللي على الكاف. ها ده حقيقي. ها طوال من 57 نشأة الكاف، وحتى الفتره الاخيره بس اللي هم اعتقد سنتين ثلاثه اللي ابتعدنا، هشام العمراني، وبعد كده دلوقتي معاذ حجي، وكان ما بينهم عمرو فهمي. وكان بينهم عمرو فهمي الله يرحمه. المنصب ده من حقنا، لابد من استعادته، لابد من العمل على استعادته لمصر. صوره حتى عمرو، يعني دكتور ابراهيم عايز اقول لك يمكن عمرو والله العظيم الافارقه، ما انا بشوف اكونتات كتير وحسابات كتير على تويتر الناس بتتكلم عنه ازاي. يعني عمرو رغم المده القصيره اللي اشتغل فيها في هذا المنصب، لكن فكره ان شاب، والله بيقولوا كده بالظبط، شاب افريقي برومسينج. كان عنده طموح وكان عنده وعد، وكان ان الكره الافريقيه على الاقل ما كناش هنلاقي الفساد اللي موجود بالزبط. ده كتير، خصوصا ان هو كله فساد اداري. ده هو اللي عمل ضربه البدايه،
هو اللي كشف كل هذه الأزرع اللي كشف خلال الجون الكثير من العورات. يحسب له دوره مع جمهور الأهلي ومع الرابطة وحاجات كتير. يعني عمرو فهمي كان مساند لقضية مصر من خلال الكاف، وكان من قبلها ومن بعدها مساندا للأهلي، ورغم وجوده كمشجع للأهلي بس ما كانش دايما بيدخل الأحداث دي في منصبه جوه الاتحاد الإفريقي. عمرنا ما أثناء توليه هذا المنصب بالزبط. ما سمعنا أن الأهلي خد حاجة يعني. ده بالعكس. طب أقول لك على حاجة، بالعكس ده الأهلي ظلم كثيرا. في الأهلي آخر حدث حصل كان فيه ظلم بين وظلم كبير، ماتش الأهلي والترجي. مظبوط. اللي كان هنا واللي كان هناك. مظبوط يا فندم. عمرو فهمي كان السكرتير العام ومع ذلك لا ما كانش ليه أي تدخلات في شيء، لأن هو كان ساعتها لم يحدث على الإطلاق أنه أوقف لاعب بالظبط بالكاميرات الفيديو يعني، أو من الشركة الناقلة. لا لا، السيطرة كانت فوق. من الشركة الناقلة دي؟ الشركة الناقلة. الشركة الناقلة. السيطرة كانت فوق في المناصب الرئيسية مش في السكرتير العام. السكرتير العام لو شاف حاجة غلط بيقول عليها غلط. لكن يحرك الامور لصالح نادي هو بيشجعه او نادي بينتمي ليه، ده ما حصلش من اي مصري في المنصب ده على فكره. بدليل ان مصطفى فهمي والد عمرو، لان يتوقف الكاف عن ابعاد الاهلي عن منصه التتويج. بقى احنا نستطيع ان نوقف الكاف مش بالصوت العالي، لا، بالدفاع عن حق الاهلي، باداء اللاعبين في الملعب، بالابتعاد عن كل الالعاب المختلف عليها، بالتركيز، بالحسم المبكر. هكذا نستطيع ان نقول للكاف لقد حان الوقت لكي يعود الأهلي إلى مصر، وكل واحد ياخد حقه. احنا مش عايزين أكتر من كده. أدي ما عليك، اعمل الواجب اللي عليك، أكيد هيكون الفوز حليفك في النهاية. طيب، بردود الفعل من استقالة معاذ حجي خلال الساعات اللي جاية، النواب في ثلاثة نواب لأحمد أحمد، ممكن يكون في تحرك من أحدهم الفترة الجاية لشغل منصب السكرتير العام، تعيين أي شخص في هذا المنصب. كل اللي جوه دائرة الاتهام هتسمع أن هو بيقدم استقالته بالتأكيد يعني. أو كل اللي هو خايف من أن تطوله دائرة الاتهام. الاستقالة لا تعني أنه برا دائرة الاتهام، ولكن هي بتخفف الضغط على الكاف لمواصلة الأداء والعمل فقط. إنما القصة هتطول آخرين بالتأكيد. هم مين؟ هو اللي هتلاقيهم بيقدموا استقالتهم في الساعات والايام. بس البعض بيستقيل مش فكره ان هو ليه علاقه بالاحداث اللي حصلت، البعض بيستقيل ان هو ممكن يكون البعض بيحطه في وش المدفع او في مكان المسؤوليه وهو غير متورط، او انه خايف انه يتورط. يعني اما ان هو متورط بالاساس او انه خايف انه يتورط، ففي الحالتين هيبقى الايه؟ الابتعاد او النط من المركب او القفز من المركب. اما ضغوط كبيره مورست عليه دفعته الى الاستقاله، وهم انه خايف ان يكون في النهايه هو كبش الفداء، او ان هو بالزبط. تطوله دائره الاتهام. طب هل الاحداث دي هي كلها تاثير على المسابقات الافريقيه؟ بالايجاب مش بالسلب. لا، بالايجاب ولا بالسلب؟ اعتقد انه هيكون بالايجاب مش بالسلب على المسابقات الافريقيه للانديه. لان بص، مفهوم العداله نفسه يطهر ويرقي ويعلي من قيمه البطولات الافريقيه. ودي سمه غائبه كثيرا. الاهلي ابعد بفعل فاعل عامين متتاليين عن منصه التدريب، والوداد ابعد بفعل فاعل العام الماضي. ده حقيقي، عشان والوداد رايناه ما هو زاق من نفس الكاس. بالظبط، زاق من نفس الكاس. ابعد بفعل فاعل برضو عن منصه التتويج. فالقصه بتبقى بالمزاج وبالخاطر وبحسابات وبضغوط داخليه. كل الكلام ده لابد ان نتخلص منه، لابد ان نمارس ضغوطنا، لابد ان ناخد حقنا بال افضل كوادر بالتاريخ. افضل كوادر في القاره الافريقيه كلها مصريين. يكفي السكرتير العام للاتحاد الافريقي المهندس مصطفى مراد فهمي لما الاتحاد الدولي حب يستعين بخبرات افريقيه استعان بيه، وكان رئيس كمدير المسابقات في الاتحاد الدولي فيفا. يعني في اعلى من كده وارفع منصب. بعد هذا المشهد اصبح الفيفا هو اللي واصع الكاف، في حين ان في وقتها كان الفيفا لما بيستعين بخبرات وكوادر اداريه بياخدها من الكاف. بياخدها من الكاف، وكان ممثل مصري مهندس مصطفى مراد فهمي. صحيح. صحيح. ما اعرفش ظروفه الصحيه تتحمل العوده، لكن يعني انا بناشده لو عرض عليه ده ان هو يقبل. شخصيه عظيمه المهندس مصطفى مراد فهمي. طبعا حقيقي. طبعا طبعا، ابن عظيم من ابناء النادي الاهلي طبعا. اكيد. طيب، الجزء الاخير اللي عايز اتكلم فيه فكره اداره الكره المصريه، وحضرتك ذكرت تعليقك على فكره لجنه الحكماء اللي وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي اتكلم على فكره ان اللجنه يكون لها دور شويه من الاحداث الفتره الجايه. هل دور استشاري؟ هل دور لتهدئة الأوضاع؟ لا، يعني أنا مش يعني. هل خبرات؟ هو الراجل بيبذل مجهود كويس وطيب، بس مش هكذا تدار الأمور يعني. هو فكرة إن أنا لما أجيب لجنة وأجيب أسماء، احترامي وتقديري لكل الأسماء. هي لجنة حكماء مش على المستوى الرسمي. طيب، الحكماء دي هتشور عليا بإيه؟
ان انا اتدخل. طب انا لو انا شايف حاجه غلط طب انا اتدخل، تلحق الازمه قبل ما تحصل، الحق الازمه قبل ما تحصل. ولا الفكره ان هو يكون فلتر في الاتصال المباشر بينه وبين اتحاد الكوره. ممكن بعضه اتحاد الكوره بيحتاج الوزير في بعض الامور، منها ما هو متصل بالنواحي التنظيميه، منها ما هو متصل بالامن، منها ما هو متصل بالفلوس، منها ما هو متصل بقرارات السفر، حاجات كتيره جدا. هل هي هتبقى فلتر ترشد او تدفع الوزير للتعامل بشكل ايجابي اكثر مع اتحاد الكوره؟ ممكن يكون شايف اللجنه الخماسيه اللي بتدير لجنه صداميه، لجنه ما بتشوفش المشهد بشكل اوسع، فبتحط مواعيد او بتخلق مشاكل بدون اي لازمه يعني. فحب ان هو عشان يحل المساله ديت وما يكونش في تدخل مباشر منه مع اللجنه، جاب خبرات وجاب اسماء كبيره في الكوره الناس كلها بتقدرها وبتحترمها عشان تكون حلقه وصل. انت مش مصدق ان هو ساهم في اختيار الاسماء دي كلجنه خماسيه قبل العرض على الفيفا؟ مين اللي قال يعني ان هم الفيفا كان يعرف منين عمرو الجنايني ولا محمد فضل ولا الاسامي دي يعني؟ لا، الاستاذ ماجد نجاتي لما كان موجود هنا ضيف عندنا في قناه الاهلي قال بشكل مباشر، كان المهندس هاني بوريده هو اللي موجود، وكانت ترشيحات لكذا من كذا اسم بيقعد مع الناس المسؤولين من الاتحاد الدولي عشان يتم الاختيار من بينهم. طيب يعني احنا بس اللي انا عاوز انقله لحضرتك يعني لازم نحترم عقليه المشاهد. هو كان مساهم في الاختيارات، الكابتن هاني بوريده كان مساهم في الاختيارات. وجزء كبير جدا من الترشيحات وتحديد الخمس اسماء دول كان الوزير وكان المهندس هاني بوريده. فالقصه هي مش قصه الصدام مع اللجنه الخماسيه او ترويض ما بعد الاطلاق يعني. طبعاً. لا، القصه الافضل ان احنا نقول ان هو في اخطاء واضحه من اللجنه الخماسيه، عليها ان تراجع نفسها وحساباتها، عليها ان ترشد من تصريحاتها، عليها الا تخلق حاله صداميه، ما طبعاً. عليها ان تلتزم بكلمتها وقراراتها وتلتزم باللوائح والقوانين تمام. وتشوف حكايه الشركه الناقله دي، عاوزين نشوفها يعني، عاوزين في كل الماتشات اللي جايه انها تبقى بتتعامل مع الشركه الناقله. انهي شركه ناقله؟ مش عارف، انا من لحد دلوقتي انا مش عارف هي انهي شركه ناقله، مش فاهم الموضوع. السوبر يعني. موضوع السوبر. طيب اوكي، كلمه اخيره تحب تقولها دكتور ابراهيم؟ كلمة أخيرة، إن كل الأمنيات الطيبة للأهلي وفريقه في مباراة السبت، كل الدعم والمساندة من الجمهور، الحالة دي تستمر إن شاء الله هيكون بإذن الله الأهلي من نصيبه التأهل المربع الذهبي، ومن ثم استكمال المشوار حتى الحصول على الأميرة التاسعة بإذن الله. إن شاء الله. نورتنا وشرفتنا، وأتمنى يكون بس المدة كانت كافية لمناقشة كل الأحداث الرياضية على الساحة. ربنا يخليك يا محمد، نورتنا يا دكتور، دايما بتشرف بحواري معاك. الله يخليك. الله يخليك يا دكتور. فقرة كانت مهمة جدا، وفقرة صحفية وإعلامية جاية في توقيت اللي احنا بنتكلم على أحداث مباراة الذهاب يوم السبت الماضي في البطولة الإفريقية، قرارات صدرت من الاتحاد الإفريقي منذ ساعات بخصوص السكرتير العام، مباراة العودة إن شاء الله يوم السبت القادم في بريتوريا، اختيار بكاري جسامة لهذه المباراة، والثقة كل الثقة في التحكيم الإفريقي في هذه المباراة إن شاء الله، لأن الوضع اختلف في الفترة الحالية عن السابقة، لكن في النهاية يا رب بإذن الله يكون التوفيق حليف النادي الأهلي في هذه المباراة ويتخطى موقعة سان داونز ويتأهل إن شاء الله إلى مرحلة الدور نصف النهائي. بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة، والتقي بكم إن شاء الله في حلقات أخرى قادمة من برنامج الأهلي الليلة. شكرا وإلى اللقاء.